ان انا عابد عناني او الضابط عماد رجعوا لك العربيه الهونداي ولا لسه؟ الجزء الثالث هترجع نشوف الموضوع ده في الجزء الثالث. الاف ده كان حقيقي موجود في الواقع ولا ده انتوا اخترعتوه او يعني استخدمتوه للدراما؟ كان حقيقي. انا كمان لما قابلت قيادات كبيره بعد كده في حفله تكريم رئاسه الجمهوريه قالوا لي انت عارف ان الحدوته دي حقيقيه؟ وفضل لحد ما راح ليبيا عماد عنده مشكله معاهم ان هم لحد دلوقتي لسه ما سددلوش ثمن العربيه بتاعته اللي فجروها في الاسماعيليه. فكانت حدوته حقيقيه مش من خيال دكتور باهر. مسكت شخصيه الضابط عماد ازاي؟ والله انا اعتمدت بشكل اساسي على اللي كاتبه دكتور باهر في الاول. انا طبعا كنت اعرف عماد قبل كده كواحد متابع للاحداث اللي بتحصل عادي، فعارف الاسامي، يعني عارف الشهيد منسي طبعا، عارف هشام عشماوي، عارف عماد عبد الحميد اللي كان مع هشام عشماوي، اسم وحادثه وحياته وموته وكده، لكن ما اعرفش تفاصيل بعد كده. لكن لما قريت السيناريو اللي كان كاتبه دكتور باهر كان فيه استعراض كبير للشخصيه بتاريخها، وده يمكن فادني شويه ان هو ليه انشق عن المؤسسه العسكريه، ليه بدا يحاول ان هو يستقطب هشام عشماوي، لان هو شايف ان هشام عنده حته ناقصاه هو، فهو عايز حد يبقى مكمله ويبقى بيشجعه وبيعتمد عليه. دكتور بيتر كمان كان عنده تفاصيل كتيره، يمكن مش هيبقى في فرصه ان انا اقعد افصلها يعني، بس كان عنده معلومات كتيره عن الشخصيه الحقيقيه. يعني انا افتكر انه اول مره رحت قابلته قال لي بص بقى عماد ده كان بيمشي بالعربيه الفور باي فور يعمل مدقات في الصحراء علشان خاطر يستدرك فيها الناس اللي جاي تدور عليه سواء شرطه او جيش، بحيث ان هم يمشوا في المناطق اللي هو محددها علشان يعرف يصطادهم من فوق. فهو اللي كان بيمشي يعمل المركز في الارض علشان يضللهم.